لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. من لم يعمل بطاعة الله فقد نسي نفسه وجعل أجله لغيره لا يعمل لصالح نفسه، لأنه لم يعمل لله. جعل الله سبحانه وتعالى سعادة الإنسان في تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أمرنا الله عز وجل أن نخلص له العبودية وأن نخلص له العمل ولو كره الكافرون ذلك، لأنهم يريدون الشرك ويريدون العمل لغير الله. والله سبحانه وتعالى جعل عاقبة العمل لغيره الحبوط، فقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من النار. إن الإخلاص من أوجب الواجبات، بل هو ركن في الإيمان. لا يحصل الإيمان إلا بالإخلاص لله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
وإن ركن الإيمان في تحقيق الإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وأما من يرائي بأصل الدين، يرائي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لم يقولوها إخلاصا لوجه الله، ولكن قالوها رياء وسمعة، نعوذ بالله من الرياء والسمعة. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الجامع العظيم من الرياء والسمعة. والرياء طلب الرؤية، رؤية الناس للعمل، طلب رؤية الناس للعمل. والسمعة طلب أن يسمع الناس بعمل الإنسان وأن يروا مكانه. وهذا أعظم ما يراءى به، فيه أمر الدين وأخطر ذلك. وإن كان من الناس من يعمل عمله كله للدنيا أيضا طلبا للرؤية، ليس بالعمل الصالح ولكن بجاه الدنيا. وهل الصراع بين الناس على الملك والغنى والمال والجاه والمنزلة في الدنيا إلا من هذا الباب؟ ذلك أن العبد يظن أنه بالمال يجذب وجوه الناس إليه، أو بالسلطة والرئاسة والملك يريد أن ينظر الناس إليه وأن يروا ما عنده. ألم ترى فرعون في كفره وعتوه ينادي في قومه، كما قال الله عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يطلب بصرهم، يطلب رؤيتهم لملكه وماله، وأن الأمور هو الذي يديرها، وتوهم أنه الذي يملك ذلك بجهله وضلاله وكفره والعياذ بالله. فالرياء طلب رؤية الناس ولو كان لملك أو سلطان، فهذا خطر عظيم. جعل رؤوس الكفر، هذه الغاية جعلت رؤوس الكفر يكفرون بالرسل رغم ما أيقنوا في أنفسهم من صدقهم وعلموا أدلة نبوتهم، ومع ذلك كما قال أبو جهل: كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وأعتقوا فأعتقنا، حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا: منا نبي وأنا لنا بنبي، والله لا نؤمن به أبدا. سبحان الله. هكذا كان يهود الذين قال الله عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. لماذا؟ لأن المنزلة في قلوب الناس توهموا أنها ستضيع، لأن المنزلة ستكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يحصل ذلك وهم قد وطنوا أنفسهم على طلب الجاه والرياسة، وعلى أن يرجع الناس إليهم فيما يختلفون فيه؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وعرفوه كما عرفوا أبناءهم، أبوا أن يقبلوا وأن ينقادوا، وكذبوا وأبوا واستكبروا، نعوذ بالله، وكتموا الحق الذي يعلموه إيثارا للعمل للدنيا. وإذا توجه أمر الدين في زمن، أي صار هو الجاه والمنزلة، صار العلم بالدين وصار العمل بالدين،
وصارت الطاعة محمودة عند الناس، فإن من الناس من يستجيب لداعي الدين لأجل ذلك. إن الإسلام بدأ غريبا وفي وقت، وسيعود غريبا كما بدأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في وقت الغربة يستهزئ الناس من المطيع ويسخرون منه ويرون من تدين رجلا متخلفا أو متشددا أو متطرفا أو غير ذلك من الأوصاف. فإذا يسر الله بهداية أقوام واجتمعت القلوب على الطاعة صارت الطاعة والعلم والدين والنفقة والجهاد كل ذلك صار مرغوبا فيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل آتاه الله القرآن فيوقفه الله عز وجل يوم القيامة فيقول: ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يا رب، تعلمت القرآن وعلمته، وتعلمت العلم وعلمته. فيقول: كذبت، إنما تعلمت أو إنما علمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، اذهبوا به إلى النار. وكذا وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أنفق في وجوه الخير فيقول له الله عز وجل: إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. وذاك الذي جاهد حتى قتل فيقول: جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول: إنما جاهدت ليقال جريء، فيؤمر به إلى النار. نعوذ بالله من النار. كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون هذا الحديث جدا ويخافون على أنفسهم، وذلك أن إقبال الناس على العلم وعلى القرآن يجعلهم يمدحون من يحفظ القرآن ومن يتعلم العلم، وكذا يمدحون المجاهدين والدعاة إلى الله، ويمدحون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكذا يمدحون المنفقين في وجوه الخير. فإن ذلك من أعظم ما يطلب به أمر الدنيا إذا لم يجاهد الإنسان نفسه لإخلاص نيته لله عز وجل. والناس يطلبون الرؤية ويطلبون الكلام، ويفرحون بمدح الناس ويكرهون ذمهم. والله عز وجل قد قدر على الرسل وأتباع الرسل مراحل من العمر يسمعون سبهم وشتمهم حتى يسقط الناس من قلوبهم، ولا يعبؤون بمدح مادح ولا بذم ذام، إنما يعلمون أن من مدحه زين هو الله، ومن ذمه شين هو الله. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأعراب فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال: ذاكم الله عز وجل. إذا سقط الناس من قلب العبد فعمل لله بلا خلق، عمل مع الله لا ينظر إلى الناس، عند ذلك يسهل عليه الإخلاص. وذلك أنه تحمل فترة الغربة وعمل لله عز وجل حين يسب الناس من يعمل بطاعة الله، فما أنفع ذلك له. وكذلك من يعمل بالسنة في فترات ظهور البدعة، فإن من يعمل بالسنة يؤذى ويشتم ويسب، وما ذاك إلا لمصلحته، ليثاب أعظم الثواب وليخلص نيته لله، ليتعود على أن ذم الناس لا شيء وأن مدح الناس لا شيء، لا يؤثر
خيرا ولا شرا، لا يملكون له نفعا ولا ضرا. هو ينظر إلى موقفه بين يدي الله غدا حين يوقف بين يديه يوم القيامة ويعرض عمله بنيته وليس فقط بظاهره. إن صلاح قلب الإنسان مبني على الإخلاص، وهو في الحقيقة نابع من شدة الحب لله عز وجل مع شدة المراقبة. ولذا كان الإحسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمع عظيم حب الله والخوف منه ورجائه، فإن العبد يحصل له من ذلك كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، وجاهدوا نياتكم أن تكون خالصة لوجهه عز وجل باستحضار الوقوف بين يديه غدا، وبمعرفة ضرر حبوط العمل بالرياء والسمعة، واستعيذوا بالله عز وجل من أن تشركوا بالله وأنتم تعلمون، واستغفروه لما لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يصلي الرجل من أجل نظر رجل، نسأل الله العافية، يكون ذلك في أصل العمل، ولو كان في أصل لا إله إلا الله لكان من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولكن الأغلب الذي يقع من الصالحين ويخاف عليهم، نعني ممن ظاهرهم الصلاح ويخاف عليهم، هو في غير أصل الدين، إنما يكون بتحسين الصلاة، إنما يكون بتطويلها أو بتحسين القراءة أو نحو ذلك، لا لنية تحقيق مزيد الخشوع، ولكن لنية الحصول على مدح الناس. كما قال أبو موسى رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فمن يعلم أن الناس يزداد خشوعهم وحبهم لله وتدبرهم لكتاب الله، فاجتهد في تحسين الصوت والقراءة لهذا الغرض، فهو عبودية لله. وأما أن يفعل ذلك ليقال قارئ، فهذا الذي ستسعر به النار. وتأملوا عباد الله أن الفرق في هذا كالشعرة بين قصد الإنسان الدار الآخرة، فيكون عمله مباركا مستمرا مقبولا عند الله مضاعف الأجر، وبين أن يكون مرائيا حابط العمل، مع أنه في ظاهر حال الناس فيما يظهر للناس من المتقين العلماء الأبرار. ولذا قال السلف رضوان الله عليهم: من ظن في عمله إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص. من أين لك أنك فعلا أخلصت والشرك أخفى من دبيب النمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يتسلل الشرك الخفي إلى قلب ابن آدم وهو لا يشعر. فقالوا، قال الصحابة: يا رسول الله، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. الله سبحانه وتعالى إنما جعل الإخلاص من صفات أهل الإيمان، وجعل الرياء من صفات أهل النفاق. قال الله عز وجل:
عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لماذا حبطت الصلاة مع أنه من المصلين؟ لكنه ويل له، لأنه لم يعمل ذلك إلا رياء وسمعة. الذين غفلوا عن قضية صلاتهم، عن حكمة صلاتهم، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل والنية الصالحة سبب لنجاة العبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالناس يبعثون يوم القيامة على النيات وعلى المقاصد والإرادات، ومن أراد وجه الله عز وجل كان من الفائزين، ومن أراد الدنيا فليأخذ من الدنيا. أين الدنيا؟ يريد مدح الناس، أين مدحهم؟ أين ذمهم؟ كل ذلك قد زال وذهب. فلا بد للعبد المؤمن أن يجاهد نفسه لله سبحانه وتعالى، ويجعل عمله دائما يقف يتذكر ويستحضر موقفه يوم القيامة، حين تضمحل الدنيا بأسرها من جاه ومال وكلام وذم ومدح من الناس، ويبقى من ويبقى موقفه بين يدي الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر هذه اللحظات تعين العبد على الإخلاص وتيسر له ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد فيه شيئا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.